ما حضراتكم عارفين عندنا مباراة هامة جدا جدا كالعادة زي ما حضراتكم عارفين وزي ما بنقول لكم دايما. عندنا النهاردة مباراة في بداية الأسبوع 26، نادي الأهلي سيلاقي بتروجيت في ملعب بترو سبورت. هذه المباراة التي يضع عليها الجهاز الفني لنادي الأهلي آمالا كبيرة في استكمال مسيرة النجاح ومسيرة الثلاث نقاط خلال الشهر اللي فات بالكامل. الحقيقة على الرغم من الضغوطات الكبيرة اللي كانت موجودة في هذا الشهر، ولكن استطاع النادي الأهلي في خلال 7 مباريات أنه هو ياخد 21 بونت الحقيقة أو 21 نقطة، خلت النادي الأهلي يصل إلى النقطة 48 ويبحث عن النقطة 51 في مباراة اليوم. زي ما قلت لحضراتكم مباراة هامة جدا، تغيرات كثيرة حدثت خلال الفترة الأخيرة. اقترب الفارق ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك متصدر هذه اللحظة، إن شاء الله مباراة النهاردة يقترب بها أكثر النادي الأهلي من نادي الزمالك، وأيضا يواصل ضغطه على كل الفرق التي أمامه، نادي الزمالك، نادي بيراميدز، الفرق اللي أعلى من النادي الأهلي حتى هذه اللحظة. دايما بنقول لحضراتكم حتى هذه اللحظة لأن احنا أملنا كبير جدا جدا خلال الفترة دي وخلال الفترة القادمة إن شاء الله في المباريات القادمة في الدوري العام المصري، النادي الأهلي يستطيع أن يصل إلى مكانه المفضل الحقيقة اللي احنا كلنا مستنيين أن يصل النادي الأهلي إلى المركز الأول كالعادة الحقيقة في الدوري العام المصري.